بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد تنوعت مرويات السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الحديث، و الحقيقة تضمنت أبواب كثيرة ومتعددة ومتنوعة في العلم نظرا لروايتها الكثيرة والمتنوعة، وده أدى إلى أن في طلاب كثير ليها يعني كانوا بروح الأمنا السيدة أم سلمة لطلب العلم منها وطلب الحديث. وبالفعل تربعت السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها على باب الرواية بعد وفاة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لكونها طبعا آخر من تبقى من أمهات المؤمنين. هو ستنا عائشة كانت لها يعني هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن جميعا، كانت هي رقم واحد في الرواية وفي التعليم كذلك للمسلمين والمسلمات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بعد وفاة أمنا السيدة عائشة تربعت على هذه المكانة العلمية الدقيقة ستنا أم سلمة، وده الأمر اللي خلى جعل مروياتها كتيرة ومتنوعة، وبقى ليها طلاب كتير جدا من مختلف البلدان، لأنه برضو كما ذكرنا أن تأخر وفاتها جعل كتير من الصحابة الكرام نساء ورجالا يأتون إلى ستنا أم سلمة يسألوها في المسائل اللي بتقف معاهم ويستفتونها في كثير من الفتية، وكمان بيروحوا لها يطلبوا الحديث الذي روته عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضنا بعض من المرويات اللي هي في آخر حلقة على الهواء، عرضنا بعض من المرويات التي قامت بروايتها السيدة أم سلمة، وحنعرض بعضا كما عنها، وده من باب ان احنا نثبت انه العملية العلمية
في رواية الحديث الشريف وفي هذه هذا العمل العلمي المستمر منذ زمن النبوة الشريف وبعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مرويات أمنا السيدة أم سلمة عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبيعة ابنة الحارث، هذه السيدة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة كما أخبرت ستنا أم سلمة، يبقى هي أنجبت بعد كانت حامل وزوجها توفاه الله بعد وفاته بعشرين يوم، هي وضعت أو نحو ذلك بعشرين ليلة أو نحو ذلك كما أخبرت أم المؤمنين السيدة أم سلمة. وأرادت سبيعة التزويج إنها تتجوز يعني، فقال لها أبو السنابل ده واحد من الصحابة يعني أفتاها بأنه ليس لك ذلك حتى يأتي عليك آخر الأجلين، وهو أنه يعني آخر الأجلين لأنه الحامل يعني هل تعتد بقى بوضع الحمل أم تعتد بأربع أشهر وعشرة، فكانت هي دي المسألة بالنسبة لأبو السنابل. فأفتاها أو فظن الصحابي الجليل أبو السنابل أنها ليس تعتد بوضع الحمل إنما تعتد بأربعة أشهر وعشرة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت السيدة أم سلمة، فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا إذا شاءت، يعني إذا أرادت أنها تتزوج فلتتزوج. يعني لما أخبرت أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها وأفتاها يعني النبي عليه الصلاة والسلام بأن العدة قد انقضت بوضعها لحملها وأن لها حق التزوج، يعني عدة المتوفى عنها زوجها الحامل دي أن تضع الحمل وأولاة الأحمال أن يضعن حملهن كما أخبر القرآن الكريم. فتعلمنا في هذا الباب عن طريق هذا الموقف اللي تعرضت له سبيعة وروته لنا أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ومما روته كذلك ما رواه عنها سفينة ده كان اسمه الرجل اسمه سفينة، ده كان مولى ستنا أم سلمة كان بيشتغل عندها. وخلي بالنا أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الخدم اللي فيها والموالي اللي فيها الأتباع اللي كانوا عندهم كانوا هم كمان طلبة للعلم، لأن دول كانوا في بيوت شريفة يستمعون إلى آيات الوحي الشريف ليل نهار ويستمعون إلى عموم الوحي ليل نهار، فكانوا أيضا طلابا للعلم نقلة له رواة لهذا العلم الشريف. سفينة بيروي عن أمنا السيدة أم سلمة أنها قالت كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر يعني ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة وما ملكت أيمانكم. يبقى آخر ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام وأكد عليه النبي الاهتمام بأمر الصلاة وعدم تفويت مواقيت الصلاة وعدم إضاعة الصلاة، وإنه الإنسان يربط حركة حياته بالصلاة. ربنا سبحانه وتعالى عمل نظام في اليوم والليلة لقيام العبد بأداء الصلاة عشان يرتب الإنسان الزمن بتاعه والوقت بتاعه، فلا يضيع أمور الدنيا ولا يضيع الأوامر الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى افترضها على الإنسان أن يقوم بها، سواء من سعيه في الحياة لطلب العيش والكسب أو بالنسبة كذلك للواجبات والتكاليف الشرعية اللي رب العباد سبحانه وتعالى وجه المؤمنين والمؤمنات إلى القيام بها. فالصلاة يبقى يجب على الإنسان أنه يلتزم الصلاة، يرتب اليوم بتاعه، لا يضيع أمر الصلاة، رتب كل تصرفاتك على خلال اليوم على ألا نضيع الصلاة مطلقة. الصلاة صلة، وهكذا كانت وصيته التي أخبرتنا بها أم المؤمنين السيدة أم سلمة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. طبعا ملك اليمين كان له ظروف تاريخية، وإلى أن انتهى عملية وجود العبيد والإماء وساعد الإسلام الحنيف بكثير من التعاليم على القضاء التدريجي على هذا الوضع الذي كان سائد في العالمين آنذاك، إلى أن صدرت بعد ذلك المواثيق والمعاهدات الدولية التي يعني أدت إلى القضاء على ملك اليمين. لكن يفهم من ذلك
كل من تحت أيدينا من الأتباع الخدم اللي بيساعدونا إنه الإنسان يتقي الله في من تحت يده ممن يعمل معه. وستنا أم سلمة الحقيقة إحنا جبنا نماذج من مروياتها وشفنا مضامين المرويات، لأنه مضمون الرواية الموضوع اللي بتتكلم عنه الرواية مواضيع كلها خطيرة، لأن ستنا أم سلمة روت كتير جدا في الأحكام. يعني شفنا مثلا الحامل اللي زوجها توفي، وشفنا الحادثة بتاعت سبيعة وهي نقلت هذا العلم إلينا رضي الله تعالى عنه، وشفنا آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام نقلتها لنا ستنا أم سلمة رضي الله تعالى عنه، ولها روايات عدة في أبواب عدة. أبواب الطهارة روت أم المؤمنين في غسل الجنابة، في كيفية اغتسال النساء، في دخول الحائض والجنب المسجد. دي الموضوعات اللي روت فيها أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، وتلقته ونقلته وعلمته للمسلمين والمسلمات. والنوم مع الحائض في لحاف واحد، هذا مما روته كذلك الاستحاضة وأحكمها. روت كمان ستنا أم سلمة في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والوتر بتاع النبي ونوافل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصليها. روت كذلك ستنا أم سلمة في باب الدعاء بعد الصلوات، وإحنا شفنا نماذج من ده. روت في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جالسا، وروت في القنوت كذلك، روت في باب الزكاة، روت في الإنفاق على الأولاد والزوج وفي فضل الصدقة، وروت في زكاة الحلي رضي الله تعالى عنها، روت في أبواب الصوم، روت في فضل مثلا صيام الثلاث أيام اللي إحنا بنصومهم كل شهر، روت في الصوم في ذي الحجة العشرة كمان بتوع، أو صيام التسع ليالي بتوع شهر، التسع أيام بتوع شهر ذي الحجة. وروت كمان في أبواب الحج، في حج النساء، في ما بين بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومنبره، في من روت في من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى، روت في طواف الخروج، روت رضي الله عنها في الجنائز، روت في باب الجنائز مثلا، روت في الدعاء للميت والدعاء عند المصيبة، ومثلا في باب الحداد المرأة المحتدة يعني اللي في وقت وفاة الزوج عن النهي عن اكتحال الحادة اللي هي تحط ايه وما تضعش ايه، ترفع ايه من الزينة أثناء حدادها على زوجها. روت أم المؤمنين في الأدب، روت في ستر العورة، وباب ستر العورة باب مهم من الأمور اللي روت فيها أمنا السيدة يعني أم سلمة رضي الله تعالى عنها. روت في رفع الرجل أو الرأس إلى السماء عند الخروج من البيت والدعاء، كما روت ذلك الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. روت في الجيش الذي يخسف به، وروت في المناقب، يعني في مناقب مثل الإمام علي رضي الله عنه، وروت لنا برضو في مناقب سيدنا عمار رضي الله تعالى عنه. أنا بس بعدد الأسماء أو بعدد مضامين موضوعات المرويات اللي روتها ستنا أم سلمة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نشوف كم العلم اللي روته، كم أبواب العلم اللي دخلت فيها الأحاديث اللي روتها أمنا السيدة أم سلمة عن سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وغيرها في أبواب، إحنا جبنا بس نماذج عشان نشوف من خلال هذا التنوع الموضوعي لمضامين المرويات التي روتها أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، قد إيه كمها لا يستهان به، وقد إيه دخلة في كتير من الأحكام المتنوعة التي يحتاج إليها المسلمين. فأنا النهاردة لما أقول ده السنة مش موجودة، والسنة لم تحفظ، والسنة لم يحفظها كما يقول هؤلاء المدعون أنها لم تحفظ كما حفظ القرآن، ده ادعاء، ادعاء باطل. مطلوب منه أن نصرف الناس عن السنة اللي دي مضامينها وموضوعاتها، موضوعات كلها خطيرة ومهمة، وفي نفس الوقت السعي والتطرق بعد ذلك إلى الطاعة، يعني طعنوا في السنة وبعد كده دي خطوة أولى للانقضاض بعد ذلك على الطعن في القرآن الكريم. ده كل في زمن النبوة الشريف تكاد تكون بيوت المسلمين أغلبها بيوت كلها طلبة علم. العربي بفطرته عنده صفاء ذهني شديد، وما كانش عنده من شواغل الدنيا حياة بسيطة
هادئة، بالتالي ما فيش تفاصيل في الحياة كتيرة تخلي العقل ساعتها يبقى مشوه ومشتت وعنده تشويش، فما يقدرش يحفظ وما يقدرش يتعلم. لا، هم كانت الحياة بسيطة جدا والتعلم عظيم جدا وطلب العلم شديد جدا، وحسن التلقي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قمته، سواء من الصحابة الكرام نساء ورجالا وكذلك أمهات المؤمنين. هذا الكم من المرويات الذي روته السيدة أم سلمة وغيرها من المرويات كما لاحظنا، بيعطي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها شهادة أيضا على حفظها واهتمامها بما كان يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواية هذا وتعليمه للناس جميعا، وإن هذا العلم كانوا هم عارفين في زمانهم أنه لابد أن يتلقوه بكل حرص وبكل دقة وبكل اهتمام ليفيدوا منه في حياتهم، وكذلك ينقلون هذا العلم للأجيال التي يعني ستأتي بعد ذلك. الحقيقة أنه نقل عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها، نقل المرويات دي اللي هي روتها جيل كبير من التلاميذ اللي تتلمذوا على أيديها من الرجال والنساء من مختلف الأقطار، يعني روى عنها خلق كثير رضي الله تعالى عنه، روى عنها كثير من الناس، يعني مثلا من الصحابة، من اللي روى عن ستنا أم سلمة؟ ستنا أم المؤمنين السيدة عائشة زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، روى عنها مثلا أبو سعيد الخدري، سيدنا عمر بن أبي سلمة، سيدنا أنس بن مالك، وبريدة ابن الحصيب الأسلمي، وسليمان ابن بريدة، وأبو رافع وابن عباس، كل دول تلامذتها من الصحابة وغيرهم. يعني مثلا لو نتنقل لطبقة تانية من الناس، طبقة الصحابة اللي هم كانوا موجودين في زمن النبوة، شافوا حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وآمنوا بما جاء به، من التابعين اللي هم الذين رأوا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا من أهل الإسلام وماتوا على ذلك لكن ما شافوش سيدنا رسول الله، دي طبقة تانية. طبقة دي من التابعين أشهر من روى عن أمنا السيدة عائشة وتعلم وأخذ عنها سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار شقيق ابن سلمة، ولو نفتكر عبد الله بن أبي مليكة هو روى عن ستنا أم سلمة وكان بيروي عن ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها. اللي أنا بقولهم دول طلبة العلم، دي أجيال بتسلم أجيال في رواية الحديث، مسألة مش جاية كده، ده برعاية العظيم سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم اللي حفظ هذا القرآن الكريم وحفظ كذلك السنة النبوية المطهرة. روى عن ستنا أم سلمة كذلك من طبقة التابعين عامر الشعبي والأسود بن يزيد ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وشهر بن حوشب ونافع بن جبير وآخرون كثر. من النساء أول من روى عن ستنا أم سلمة بنتها ستنا زينب، وروت عنها برضو هند بنت الحارث، صفية بنت شيبة، صفية بنت أبي عبيد، وعمرة بنت عبد الرحمن، وحكيمة، ورميثة، وأم محمد بن قيس، دول كلهم تلامذتها. ده لسه كمان من نساء أهل الكوفة تلامذة كثر، كعمرة بنت أفعى، وجسرة بنت دجاجة، وأم مساور الحميري، وأم مبشر، وكمان أم موسى، والسيدة أم سلمة، يعني وغيرهم كتير اللي أخذوا عن ستنا أم سلمة رواية تلقوا عليها العلم، تلامذتها، طلاب العلم اللي أخذوه ورووا. والحقيقة ستنا أم سلمة في زمن الفتنة اللي تعرض له المسلمين، يعني هي تجنبت الخوض في الحياة العامة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما كانت الفتنة الكبرى بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان وحصلت كده هزات للمسلمين شديدة، هي آزرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهي ودت إن هي لو كما ذكروا في السير لو تخرج فتنصره، لكنها رضي الله تعالى عنها كرهت أن تبتلى. شوف الإنسان في وقت الفتن الأفضل إنه ما يثرش وما يبلبلش الدنيا، إنما يلتزم مكانه، يمسك على دينه
والأزمان اللي بتمر على المؤمنين والمؤمنات فيها فتن كثيرة ولن يخلو منها زمان. فستنا أم سلمة آثرت الهدوء وخافت على دينها وكرهت أن تبتلى، فقدمت لسيدنا علي رضي الله عنه ابنها عمر ابن أبي سلمة ليخرج معه وينصر الإمام علي رضي الله تعالى عنه. وتوفيت رضي الله عنها بعدما جاءها نعي الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وعن آل بيت النبي الأطهار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. لما توفيت رضي الله عنها مين اللي صلى عليها؟ صلى عليها سيدنا أبو هريرة، ودفنت رضي الله عنها بالبقيع، فكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا، وعلى نبينا الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا نذكر بصفحتنا، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة. ناخد على طول الأسئلة لأن مفيش وقت النهاردة. أستاذة أماني، أستاذة أماني. أيوة أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم مع حضرتك. ازي حضرتك يا استاذه نادين؟ الحمد لله يا ست الكل، شكرا جزيلا. آه كنت عايزه بس اسال حضرتك في سؤال، يعني ربنا يكرمك ويجازيك خير. انا بتابع برنامج حضرتك وانا شكرا. دلوقتي في مشكله. انا بقالي سنه متجوزه، يعني حصلت حاجات كتير، يعني عشان بس ما اطولش على حضرتك. كنت عايزه استشيرك ان زوجي اكتشفت ان هو بياخد مخدر، ويعني الحمد لله يعني الكلام ده حصل بعد ما انا حتى كنت الفتره اللي راجعه فيها من عمره شهر رمضان اللي فات. فكنت عايزه اسال حضرتك، يعني طبعا حصلت مشاكل والفلوس بقى يتاخد حاجات من البيت وتتباع وما بقاش فيه فلوس بمعنى اصح. ف حكيت لوالده عن الموضوع ده قبل كده وقال لي انا هحاول معاه، وطبعا عشان الفلوس قليله فهيعالجوا يعني في البيت. فحصل الموضوع مره تانيه، يعني خدوا عالجوا شويه ورجع تاني نفس الكلام. انا مدرسه وكنت يعني طول اليوم بره، وللاسف اكتشفت يعني الكلام ده بعدين. فالحمد لله، يعني انا بس كنت عايزه اسال حضرتك اعمل ايه. احنا دلوقتي يعني انت غضبانه، يعني قاعده عند اهلك؟ انا عند اهلي ووالده متولي. طب متولي يرجع تاني يشوف مساله علاجه ولا ايه الوضع؟ يعني هو الوضع دلوقتي ان هو المفروض بيتعالج، يعني بس والده مش قادر يوديه مصحه. ليه؟ عشان الفلوس. فهو يعني لا، هو في حاجات تبع الدولة من غير فلوس، بس هو ياخده يطلع بيه، يكون هو موافق كمان انه يروح فياخده ويطلع بيه، وهيسأل في الباب ده هيجد. بس لازم عشان الامور قبل ما الامر يتعمق اكتر من كده في مسألة الشرب او انه يتعاطى مخدرات اكتر. يعني من ده ان هو يعني متكلم مع طبيب ان هو يعني هيتابع حالته. طيب يعني انت سؤال حضرتك انه اعمل ايه في الوضع اللي انا فيه؟ في اولاد؟ انا دلوقتي اعمل ايه؟ يعني طيب ارجع في اولاد ولا اتفضلي. في اولاد عند حضرتك؟ لا حضرتك، انا متجوزه بقالي سنه. والامور كانت كويسه وهو حد كويس وكان شخصيه كويسه، بس فجاه كده اكتشفت الله اعلم ده كان كذب بقى ولا ايه، مش عارفه يعني. طيب الأسرة رأيهم إيه؟ قريب يعني الأسرة عندك، الأهل عندك رأيهم إيه؟ الوالد موجود ليه رأي في الموضوع؟ أنا والدي متوفي حضرتك، يعني إخواتك حد مفيش حد؟ إخواتي حد فيهم مسافر، الكبير مسافر والصغير معايا. رأيهم قال نديله فرصة، نديله تمام. فرصة حتى والدتي كانت سامعة برنامج يعني زي حضرتك تمام، وقال ده كلام مظبوط صحيح.
طيب ماشي ماشي. ست أم أنس. ست أم أنس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ست أم أنس، ازيك يا دكتورة نادية؟ بنحبك في الله والله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. سلام. اتفضلي. بصي يا دكتورة، احنا لينا أموال بنفتكرهم دايما بالدعاء وبالصدقات، بس للأسف ما بنزورش المقابر. هل الميت بيتأثر بعدم زيارة الحي للمقابر؟ يعني على حسب ما بنسمع ان هو بيتباهى بزياره الحي وبيستنى الزياره والكلام ده كله. احنا كده مقصرين في حقهم؟ حاضر. في حاجه تانية؟ اتفضلي. طب معلش انا اتصدق. لا ابدا. طيب لو انا هطلع مثلا صدقه، ينفع ان انا اوهبها لامي وابويا وكذا حد من امواتي يعني، ولا هو بيبقى تطلعي صدقه لاكثر من واحد او اكثر من متوفى؟ حاضر. تمام. سؤالك سؤالها السؤال الثاني. اتفضلي. السؤال الثاني، صلة الرحم. ايوه. انا ليا عم الله يرحمه توفى، اولاده صلة رحمي، لان احنا طبعا هم سلوكياتهم واخلاقهم مش كويسه، احنا يعني انا مقاطعهم. اطعم ولا مقصرين منهم يعني؟ لا 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 لا، مقاطعهم صراحه يعني، عشان هم مش كويسين. مش كويسين يعني ايه يعني؟ يعني سلوكياتهم الاخلاقيه، سلوكياتهم واخلاقهم وسمعتهم كل حاجه يعني. طيب شكرا. أنا حاضر. أخذ يبقى الصلة ولا لا؟ حاضر. شكرا. معانا ست أم أحمد. أيوه. اتفضلي يا فندم. حضرتك ازيك يا دكتورة الأول؟ الحمد لله. الله يبارك لك يا دكتورة، يا رب ويديك الصحة والعافية. آمين آمين أجمعين. اتفضلي. حضرتك أنا زوجي متوفي من 6 سنين. أيوه. أنا عندي 55 سنة. ألو. مع حضرتك بسمعك. فكنت معتدة لأربعة أشهر وعشرة أيام، فجيت بعد شهر كده جوز أختي خطيب في الجامع، فقال لي ممكن تروحي تزوري أختك تزوري أخوكي وترجعي تاني بالنهار. ففعلا بقيت أعمل كده وأروح وأزورهم يعني كل ما بزهق وكده، عشان ولادي بيجي من الشغل بالليل. ومرة رحت برضو لواحدة صاحبتي كانت عاملة عقيقة لحفيدتها، بس برضو ما رحتش ساعة العقيقة، رحت بعدها يعني يا دوب شوية ربع ساعة ورجعت. فأنا سمعت الفترة دي بيقول لك ما كانش ينفع يعني المعتدة عن زوجها ما بتروحش لهنا ولا هنا. امال يعني كده دلوقتي حضرتك عليا يعني؟ امال يعني هتقضي امورها ازاي؟ تتحبس في قلب البيت؟ ما حدش قال كده. في نظام، في نظام هيتقال. وهو اجابك، هو افتاكي مظبوط قريبك ده. ماشي، هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نتواصل مع حضراتكم على خير باذن الله تعالى. مرحبا بحضراتكم من جديد. ست أماني متجوزة بقالها سنة، الزوج اكتشفت أنه هو مدمن مخدرات أو بيتعاطى، والده بيحاول يعالجه بس عشان ما فيش فلوس فبيحاول يعالجه في البيت. طبعا احنا لو انتوا هتدي، انت بتقولي أكمل ولا ما كملش، لو انت حابة تدي فرصة إلى أنك تشوفي لا مانع، لكن لا مانع لو ان هناك امكانية للعلاج والشفاء، وده طبعا حسب الوضع اللي هو فيه وكده. والصبر في مثل هذه الاحوال بيكون كويس، لانه خلاص انت تزوجتي منه، فممكن يعني الوالد، والد هذا الزوج يتقال له انه في مراكز للعلاج تابعة للدولة وبتدعم الامر ده في سرية تامة، لكن هو لازم ياخده ويوديه. وما فيش، وطالما انه ما فيش يعني هناك اولاد فالامر اهون شويه لما بيكون فيه يعني اولاد. فانا دلوقتي هتدي مهله، بس ما ترجعيش قبل ما ده يتعالج، عشان ما نخشش في ما هو اصعب من ذلك، ان الوالد او اخوكي يتكلم معاهم ان احنا بس عايزينه يبقى يروح للعلاج بتاعه، فيصطحب ابنه للمصحة اللي قلنا لحضراتكم عليها اللي ما بتكلفوش فلوس، ولكن هي بتبقى على يعني الدولة بتتكفل بهذا الأمر. نروح ونصبر وياخد بأسباب التداوي والشفاء. طيب احنا حاولنا ورجع وحاولنا والعملية محتدمة، لا مانع ساعتها من طلب الانفصال مع التضرع
مع الدعاء والتضرع لله بصلاح الأحوال ندعو دائما. إحنا بنسعى ناخد الأسباب، لكن لابد إنه الإنسان المؤمن في رحلته في الدنيا يبقى مدرك جدا إنه لن يستطيع شيئا بغير معونة، وفي معونة عامة للناس كلها وفي معونة خاصة لطلابها، يعني على قدر استعداد العبد بيأتيه المدد من الله تعالى، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى إن يعينه بالمدد وإنه يعينه بالشفاء وإنه ييسر له أسباب الشفاء. فتدعي له بإن ربنا ييسر له أسباب الشفاء وتدعي كده، وما تتعجليش في مسألة الطلاق طالما أهله بيحاولوا إن هم ياخدوا بإيده، وجودك هيساعد في ده، بس يعدي المرحلة الخطرة دي في إن هو يعني يتعالج أولا. بالنسبة للسؤال الثاني، ست مؤنس بتقول إن لنا أموات نتذكرهم بالدعوات والصدقات. أولا الصدقة ينفع تطلع لأكثر من متوفى، وسؤالها الثاني هل الميت يفتقر إلى عدم زيارتنا، لأنها بتقول إحنا ما بنقدرش نزور في كل وقت. الأمر بيخضع على العموم للطاقة والاستطاعة. طبعا الميت يشعر بمن يزوره، بيأنس، يعني زيارة الحي للميت كزيارته للحي. شوف كده لما حد انت بتروح تزوره وبيستقبلك وبيبقى فرحان ازاي انك جاي له وانك بتوده وكده، كذلك المتوفى يأنس بزيارة الحي له، وبنلتزم بالآداب الشرعية في الزيارة. فقدر على قدر الطاقة نزور للاتعاظ والعبرة، ونسلم على هذا المتوفى وندعو له، والدعاء طبعا يصل في أي مكان، الإنسان يدعو بالدعاء المخلص لهذا المتوفى ولغيره. بالنسبة إن أنا أخرج صدقة لأكثر من إنسان في نفس الوقت، يعني مثلا في مبلغ أنا عايزة أطلعه لعشرة من المتوفين، لا مانع، يصل الثواب بإذن الله تعالى، كما أن الدعاء لأكثر من شخص يصل وينتفع به أصحابه، كذلك ينتفع بهذا الصنيع الطيب اللي أنت بتتطوعي بمثل هذا الثواب إلى من تريدي التصدق عنه. بالنسبة للسؤال اللي معانا التاني، ست أم أحمد، ست مؤنس ليها سؤال تاني كان عن صلة الرحم، ليها أولاد عم يعني سيء السمعة وتصرفاتهم مش مظبوطة. دايما بنقول إيه، لما بلاقي قرابة أخلاقهم مش مظبوطة بيأتيني منهم أذى، الأولى ألا ننوي بالقلب المقاطعة، ما ينويش الإنسان القطيع. أنت الأصل بتقطعيهم ذواتهم، وإحنا بتقاطعي أفعال هؤلاء، بقاطع أفعالهم وأنا زعلانة من الأفعال اللي بيقوموا بها، فأنا في الحالة دي لا أنوي القطيعة بالقلب مطلقا لمثل هؤلاء القرابة، وأتجنب الشيء اللي ممكن يؤذيني أو يضايقني أو يضعني في حرج. وفي نفس الوقت الصلة بتجب على كل حال، وتجب من باب أولى على القرابة اللي ليا، المحارم كالأعمام، العمات، الخالات والجدود وهكذا. في مثل ولاد العم عايزين نحن نصل عموما، لأن المؤمن لا يقطع مؤمنا على جهة العموم، فما بل لو في صلة قرابة هيبقى آكد أن الإنسان يصل هذه القرابة، نصلهم دون إيذاء، وإذا كان مترتب على الصلة إيذاء في سمعة أو ما شابه ذلك لا ننوي القطيعة بالقلب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. الست أم أحمد زوجها متوفى من 6 سنوات، وهي عندها دلوقتي 50 سنة، وبتقول أنا في وقت ما اعتديت يعني وقت العدة قريب لها قال لها أنت تقدري تروحي تعملي المشاوير الصبح وترجعي تزور أختها تحضر حاجة وترجع، ده سليم جدا لأفتكي بيه. اللي قالك لا ده ما ينفعش، لا قولي له ما تقولونه لا يقبله العقل ولا يمكن أن يتطابق مع الواقع الحياتي للمرأة. يعني أنا النهاردة في امرأة متوفى عنها زوجها، هحبسها في البيت؟ يعني مش المطلوب بالحبس، ما احنا نفهم احنا بنلتزم، وقالوا سمعنا وأطعنا، بس الشرع لأنه متسق مع العقل، لأنه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه المرأة اللي هي في عدة الوفاة محتاجة تروح تشتري طلبات، محتاجة تروح شغلها كل يوم، بنقول لها أنت في حداد في مظهرك وتصرفاتك و وفي نفس الوقت تروحي تقضي حاجاتك، تروحي شغلك وترجعي، أنت بس هتباتي في بيتك. يعني ده كلام كده مقبول انه الناس تعمله، فالشرع لا يكلف الانسان
ما لا يمكن أنه يكون في طاقته، إنما يكلفه ما في طاقته. يعني الأمور كده بنفهم الأحكام الشرعية والحكم من وراءها قدر طاقتنا على في اتساق مع العقل، إنما مش بهذا. فاللي أنت عملتيه مظبوط، وما أفتاك به هذا القريب مظبوط. الخروج مشروع للمعتدة من وفاة لقضاء حاجاتها مع ضرورة المبيت في المنزل، وهذا ما يعني وجه إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زوجات شهداء أحد الأبرار، لما يروح للنبي وتكلموا معاه وإحنا بتبيت وإحدانا عند أختها، النبي قال لهم اقعدوا مع بعض زي ما أنتوا عايزين، وبالليل على أن تؤوب كل واحدة إلى بيتها. بالليل أبات في بيتي، ده للمعتدة من وفاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عبيد إحسان لا عبيد ابتلاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.